مسكين بقى غير يدخل يخدم وما خلوش اي دومين من غير الفوركس كلمة عندك تاع علاقة بالدومين جي بقى غير يرون لك الوقت وصار احسن قال سنكارت بانتك مزيانة لسه ما فهمتش اخويا محمد كارت بانيك بانتك لسه من احسن كارت بانتك مزيانة لسه ما فهمتش اخويا السؤال ما فهمتش حاول السؤال مش حاول راس المال واخا اخويا شحال راس المال ديالك دابا فاش فاش راس المال ديالك غنشاركوك اخويا ماشي مشكل باش ما يضرش راس نعسان حتى انا دابا راس المال ديالي في اطار ما ماشي سطر كل مره باش كل مره فاش كيفاش شحال كيكون مره تيكون طالع مره كنسحب بزاف مره كنعاود نضيف عاوتاني راس المال باش نعاود نخدم فهمتيني دونك على حسب السيتياسيون ديالي الا عندي شي عمل خارجي راه كنشري ما عنديش عمل راه كنخلي الفلوس وكنبقى خدام عليها واش باقي كتداول مع ايطورو ولا كيف شي خويا الا جينا نقولوا اسرائيل ولا هادشي حنا ايطورو ما عمناش تكون اسرائيل ولا القمر كاع المهم هو حنا كندخلوا كنربحوا الاموال ديالنا وكنخرجوا في حالاتنا ما كندعموا حتى شي واحد صراحه ما كندعموا لا ايطورو ولا ما كندعم حتى شي حاجه انا كنوريك الطريقه اللي باش تربح الا جينا نهضروا في هذه اسرائيل راه حنا الدم ديالنا ولا كيجري في اسرائيل التيل الكوكا كلشي هذاك الشيء ولا ديال اسرائيل كلشي غادي في اسرائيل الا جينا انا خصنا ما نشربوا على فيسبوك دابا باش نكون اكثر اسرائيل دابا الا كتحل فيسبوك بحال هكا راه كاينين الناس دافعين غير باش تشوف انت يعني يعني كتحلو تسد راك دعمتي فيسبوك حليتي باش تطلع على البروفايل ديالك وطلعوا لك اعلانات راه كاينين الناس اللي مخلصينها باش تشوف انت داك الاعلان واخا ما ديتيهاش فيه الناس اللي كيخدموا فيسبوك ادس راه كيعرفوا هادشي توقعات الزوج جي بي بي غادي يكون فيه شي صور حتى داك الاود داك الدولار الاسترالي مع الدولار الامريكي راه غادي يكون غيكون فيه صور لان نزل بزاف غادي يكون صور ان شاء الله على حسب هذاك الكومنت وقيله ما مفيريفيش بليس واحد المرأة الكندية اللي هي غتلقى ديما خدامة 24 على 24 وغادي تخدم بيها خويا سفيان اش عندك شي خبر على هاد ستون ماركت خويا هادوك الشركات انا كنحاول نبعد منهم مابقيتش كن نادر ما نلرن عند اورن وداكشي سد وندمنا كاع والله العظيم ندمنا واخا ربحنا فيها ولكن اخويا داكشي شنو نقول لك فيه المشاكل فهمتيني فيه المشاكل داكشي خصك تدخل واحد 3 شهور ولا بحال ضامن كما قلت ديجا عنده تاريخ صلاحي كيساري دغيا يعني انت دخلتي يلاه الا ما جرتيش فلوس كيديو لي فلوس في الاخر يعني هما تيقول لك هما صادقين في الاول كيعطيو الفلوس ولكن من بعد كيبقى راسك ما كاين ما كاين عندك والو خوت واش هاد البي دي اف مبغاش يتحال ولا شنو حتى انا ما فهمتش شنو هو المشكل البي دي اف هذا داير شي مشكله ولا المهم انا نجرب وانا نشوف على طول